يا شعب المغرب أصدقائي الأعزاء، بمناسبة مرور عام على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، أريد أن أقول لكم إنني سعيدة وفخورة جدا بهذه العلاقة والصداقة القريبة بين البلدين. هذه العلاقة المميزة بيننا هي ربح لكل منهما وانسجام شعبين في بعضهم. روح الأخوة والسلام والاحترام المتبادل تجمعنا، وأنا سأستمر في بناء جسور تواصل بين الشعبين الإسرائيلي والمغربي. أجمل وأحلى التحية من إليكم، وعاش الود والوئام بيننا.